تعالوا نعيش برضو أجواء الفرحة مع أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر مع الزميلة روزان نصر. بيك طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك للنادي الاهلي، طبعا الفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز، يعني بنتيجه طبعا هدف مقابل لا شيء. حاليا معايا اعضاء فرع مدينه نصر علشان طبعا اشوف ارائهم في المباراه. يعني خليني اقول لك الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي النهارده باداء طبعا كبيره جدا. خليني اسالك، ايه رايك؟ مبروك للجماهير العظيمه، يعني جماهير الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره وحبيبنا كلنا الكابتن محمود الخطيب، ومبروك للعيبه الرجاله، ومبروك لكل الجهاز الفني، ومبروك لكل الاهلاويه، كل الاهلاويه الف الف مبروك. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، وهي دي الروح. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي النهارده، فوز يعني قوي جدا على حساب بيراميدز في السوبر المصري. يعني خلينا اسال حضرتك، شايف المباراه ازاي؟ شفتها ازاي؟ وتحب تقول ايه طبعا لكل يعني لعيبه النادي الاهلي؟ لعيبه النادي الاهلي رجاله، كلهم رجاله، وشابوه الشناوي. النهارده مسيطرين على الشوط الاولاني، الشوط الثاني والثالث الحمد لله مسيطرين، والف شكر لجميع النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكابتن الخطيب، وشكر خاص لباتشيكو وش ساعد على النادي الاهلي. بطوله السوبر القاضيه ممكن، وبطوله كاس مصر، والنهارده السوبر المصري. شكرا باتشيكو وش ساعد على النادي الاهلي، والف مبروك لجميع النادي الاهلي، وشكرا لعيبه النادي الاهلي. وبعد نفرح النهارده وان شاء الله افريقيا يا اهلي. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك. الف مبروك طبعا، الف مبروك للنادي الاهلي. خليني اسالك، شايفه مين يستحق يكون رجل مباراه النهارده؟ انت كمان وشك حلو قوي، وشك حلو قوي، انت كنت قاعده قدامي، بس انا مبسوطه قوي قوي للاهلي. الف مبروك، الف مبروك للخطيب وكهربا. طبعا شايف كل الاعضاء في كل مكان بيحتفلوا بفوز النادي الاهلي. الف مبروك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك. يعني بطوله مهمه جدا وغاليه علينا كلنا. عوده ليك مره ثانيه كابتن ايمن الاستوديو.